مرحبا احبابي، اليوم بدنا نعمل انا وياكم رول الكستر وزبيب والكستر لواحد بهيدا الشكل الحلو والرائع. وبعجيني هشة وقطنية وكتير كتير طيبة بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا كوب حليب فاتر، بحط ملعتين طعم سكر، كمان ملعقة طعم خميرة، بتركن لتتفاعل الخميرة حوالي 5 دقايق. بس تفاعلت الخميرة بهيدا الشكل، هلأ بحط 3 معالق طعم لبن، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، كمان نص كوب زيت نباتي. خلطهم شوي مع بعض. هلأ بدنا نحط طحين، بحط 3 أكواب ونص طحين، كوب، 2، 3 ونص، بعجنهم مع بعض. انتهينا من عجن العجينة، هلأ بدي احطها بجاط. بعد ما حطيت العجينة بالجاط هلأ بغطيها. طب مكان دافي 45 دقيقة لتتضاعف العجينة. عندي هون كوب حليب، بحط ملعقة طعم كاستر، كمان ملعقة طعم سكر، بحركن شوي على البارد، برجع بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. هلأ منحركن على الغاز. بلش يشتد عنا الخليط، بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا القوام هلا بطفي الغاز. بعد ما عملت الكاستر هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. كمان عندي هون العجينة وزبيب، لنكفي الطريقة أنا وياكم.
قسمه تقريبا النص. طريقة كتير كتير طيبة ورائعة. بدي احاول هلا مد العجينة اعملها تكون شكل تقريبا مستطيل. بس مدت العجينة بهيدا الشكل هلأ بحط عليها كاستر وزبيب. حرك الكاسترات، بنمدن على العجينة. هون بتركه شوي من العجينة، ما بحط عليه كاستر عشان بس لفها تلزق العجينة على بعضها. بحط زبيب، رح اعمل وحدة بزبيب ووحدة بس بكاستر. هلأ بلفها طريقتها كتير كتير سهلة وبسيطة. بضغط شوي عليها للعجينة. بهيدا الشكل. قصة بهيدي السماكة. هلأ بحطها على ورقة الزبدة. رح اعمل كمان العجينة اللي بقيت عنا مثل ما قلت لكم نفس الشي، بس ما رح احط بقلبها زبيب. هذا القسم الثاني من العجينة، رح حط الكاستر. كمان بقطعها نفس الشيء. وبحط على ورقة الزبدة. هدول اللفائف اللي عملتهم انا وياكم، هلا بغطيهم. بحط نايلو قبل، برجع بحط منشفي عشان المنشفي ما تتطلع بالكاستر. هلا بحطهم على جنب وبتركهم يرتاحوا ساعة. هول الرولات بعد ما ريحتهم ساعة، شفتوا كيف تضاعف حجمهم؟ هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل، أكيد عم حمل الفرن مسبقا. هولي بعد ما طلعوا من الفرن أخذوا بالفرن حوالي 10 دقايق. هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.